ألف ألف مبروك، أخيرا خلصت دراستك وفقت الحمد لله. الحمد لله يا بلبلة، بس أنت تعبتي معايا قوي. تعبت في إيه؟ وأنا عملت حاجة؟ إزاي بقى؟ ده كفاية سهرك جنبي، مش حطتك أنت والولاد جوه عشان تهيئلي جو هادي أقدر أذاكر فيه. ما تقولش كده يا حسام، ده أنت أخوي، واجب عليا أقف جنبك. وأنا عملت إيه؟ دي أقل حاجة ممكن أقدمها لك. يوه خدني الكلام ونسيت أقول لك، أنت أكيد يعني جعان، عامله لك مكرونه بالبشاميل اللي انت بتحبها. تسلم ايديكي، بس انا الحمد لله اتغديت عند بابا. طيب بالهنا والشفا. وعمي ازاي وازاي صحته؟ وازاي ماجده وسالوا اخبارهم ايه؟ كلهم كويسين وبيسلموا عليكي. نبيله، انا كنت عاوز اتكلم معاكي في موضوع كده. اتكلم يا اخويا براحتك، بس على فكره انا عارفه انت عايز تقول ايه. بجد؟ اوعى تكون فاكرني غشيمه ولا مش فاهمه. يا ستي انت ست اللي عارفين بصراحة كده يعني، ومن غير لف ولا دوران. طول عمرك مريحة وبتريحيني، خش في الموضوع. أنا فكرت في الموضوع ووصلت الحل، لقيت إن أنا لازم أفضل على ذمتك. إيه؟ على ذمتي إزاي يعني؟ ما تخافش، هنفضل زي ما إحنا متجوزين صورة كده وبس. أيوة بس قلتلك ما تخافش، ده مش هيأثر على أي حاجة من اللي أنت ناوي تعملها. إزاي؟ انا يا سيدي هروح لعمي ومراته ولسلم، وهشرح لهم انا ليه طلبت الطلب ده منك، ولو وافقوا كان بها خير وبركه، ما وافقوش صدقني هرجع في طلبي ده، وانا بنفسي اللي حاجه اقول لك طلقني. طيب هتقولي لهم ايه؟ يا عمي لو ماما عرفت ان حسام طلقني هترجع تعمل اللي كانت بتعمله معايا الاول، وحضرتك شفت بنفسك تصرفاتها معايا كانت عامله ازاي. ايوه عارف يا بنتي عارف. وهترجع لها تاني، ومش بعيدة الاقيها بتجبرني على اي تصرف جديد عشان تحافظ على اولاد ابنها. يعني المرة اللي فاتت اجبرتني اتجوز حسام، يا عالم المرة دي هتعمل فيا ايه. طيب لما سلوى حسام يتجوزه هتبقى طبيعة العلاقة بينك وبين حسام عاملة ازاي؟ انا اسفة طبعا، بس سلوى بنتي الوحيدة وعايزة اضمن مستقبلها. لا انت عندك حق، بس ورحمة رياض وحياة ولادي اللي هم أغلى من أي حاجة في الدنيا، إنه حسام ده أخوي وحيفضل أخوي، أنا بطلب إني أكون على ذمته صورة وبس، وده حماية لولاد أخوه من والدته، وهو عارف والدته كويس أوي وتصرفاتها، ده محدش يقدر يخمن هي بتفكر في إيه. كلامك سليم وعندك حق فيه. أيوة بس بس إيه يا طنط؟ قولي كل اللي يخطر في بالك، إحنا عايزين نكون كلنا على نور مع بعض. سلوى كده هتكون زوجة تانية، يعني مهما كانت الظروف اسمها برضو زوجة تانية، والموضوع ده أنا مش مرتاحة له. بعد إذنك يا ماما، وأنا كمان مش هكون سعيدة ولا مرتاحة لو بقيت زوجة لحسام على حساب نبيلة وولادها. أنا مش عايزاكي تندفعي بالكلام قبل ما تفكري عشان ما تندميش على حاجة. يا ماما ده مش مجرد كلام، ده قرار. برضو لازم تفكري الأول يا سلوى. اسمعي كلام مامتك يا سلوى، مامتك عندها حق، فكري كويس. لو رديتي بالوضع ده يبقى خير وبركه، لو حسيتي ان الوضع ده صعب عليكي لازم تتكلمي بصراحه، وانا ساعتها هنسحب من حياه حسام بهدوء وهسيبكم تتهموا بحياتكم. انا ما اقدرش اتحمل ان يكون السبب في بعدكم عن بعض، انا عارفه حسام بيحبك قد ايه. ارتحتي يا استاذه؟ انا مش عايزاكم تحسوا ان انسانه قاسيه او جامده، لكن سلوى دي بنتي الوحيده ومليش غيرها في الدنيا، عايزه امن لها مستقبلها بدون مشاكل، وسلوى ملهاش غيري، يعني الانسان اللي هي هتتجوزه هيبقى كل حاجه ليها في الدنيا، حتى هيبقى مكان امها، اني لو عشت لها النهارده مش هعيش لها بكره. بعد الشر عليك يا ماما، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. ربنا يخليكي لينا يا طنط. انا مش لازمني بس غير العقد اللي يثبت اني على ذمه راجل، عشان ما حدش يتحكم في ولادي. انا من ناحيتي موافق، وربنا يتمم بخير. اما انت بقى يا نبيله فانا عايزك تطمني خالص، هتفضلي زوجه لحسام وانا هبقى في ظهرك، مش هسيبك في كل كبيره او صغيره، ومش هسمح لحد ابدا يدوس لك على طرف. مصارحة والدتك بالحقيقة دلوقتي يا حسام مش من مصلحة، أما تبقى تسافر ابعت لها وعرفها إنك اتجوزت. أنا ممكن أقول لها يا عمي؟ لا
انت ولا كانك تعرفي حاجه خالص. لحسن سوريا ممكن تخمن طبيعه العلاقه كانت ايه بينك وبين هشام، وكمان عشان تكسبي تعاطفها معاكي. فهماني؟ عندك حق يعني. تمام يا استاذه، نتكل على الله ونقرا الفاتحه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم.